في السودان بيتجاوز استخدام بطاقات شحن الهاتف المحمول والمكالمات الهاتفية إلى عوالم أخرى، فالأرصدة المتوفرة على الهواتف بتمثل رصيد مالي وفرت له خدمة تحويل الرصيد أو وفرت له هذه الخدمة التي تتيحها شركة الهاتف النقال للمشتركين فرصة أن يتحول من مجرد رصيد للخدمة إلى تجارة لها سوقها، ويقوم معظم السودانيون بتحويل أموالهم إلى داخل البلاد في شكل أرصدة عبر الهواتف، مما جعل من تحويل الرصيد إلى أموال مهنة لآلاف الشباب العاطلين عن العمل في السودان. ولكن ما هو تأثير حركة هذه الأموال الضخمة التي تبلغ 15 مليون جنيه في الشهر على الاقتصاد السوداني؟ للتحدث عن الظاهرة، هي من الظواهر انتشرت في السودان في خلال بعد العام 2000 بصورة نكون دقيقين أكثر، بعد العام 2005 وهي ظاهرة تحويل الرصيد. وهذه الظاهرة امتحن عدد من الشباب في السودان وأعمار مختلفة نتيجة للأوضاع الاقتصادية الموجودة في البلد والأرباح الأموال الأرباح العائد المادي المجزي من هذه المهنة. وكذلك بيحصل عبر هذه المهنه بتكون في ارباح طائله جدا نتيجه لحركه الاموال الضخمه اللي بتتم عبر خدمه تحويل الرصيد. وهي اصلا الخدمه هي نحن في السودان بنقول نسميها هي خدمه تحويل الرصيد، لكن علميا هي خدمه تحويل الاموال عبر الهاتف النقال. والبنك الدولي عمل دراسة في العام 2014 وجد أن السودان بيحتل التصنيف الثاني عالميا بعد كينيا، أكثر من 85% من حجم الأموال في السودان بيتم تحويلها عبر الـ عبر الـ عبر الـ الهاتف الجوال. وزي ما قلنا أنه الناس امتهنوا الفرصة المهنة دي لأنه أصلا ما عليها قيود، سهلة جدا، ممكن تبيع الرصيد في المواصلات، تبيع الرصيد في البيت، تبيع الرصيد في الحي، في اي حته انت ماشي. بعض الناس بتلقاهم بيرتدوا بعض الملابس بتحمل كل العلامات والشعارات بتاعت الشركات، بتعرف انه هذا الشخص بيبيع رصيد لشركه مثلا MTN سودان او شركه زين او شركه سوداني. كذلك هذه المهنه ايضا لها بعض الايجابيات، الان بنلقى انه لاحظ انه في السودان بنلقى انه الانتشار بتاع البنوك على مستوى السودان هو انتشار بسيط جدا، فوجود الخدمات بتاعت تحويل الرصيد انه الواحد بيقدر حتى المواطن السوداني البسيط بيقدر يحول الاموال لاسرته بكل سهوله ويسر، بعد ذلك ما بيكلف نفسه انه يمشي لاي بنك على اساس انه يعمل الاجراءات. ايضا كذلك برضه حاجه مهمه جدا انا اضيفها للسلبيات، انه السلبيات بتاعت انك لما تيجي تحول مبالغ ماليه بيكون غير ما فيها ضوابط، بتيجي بتاع الرصيد بتديه 10,000 جنيه مثلا او 5,000 جنيه لتحويل الرصيد لمنطقه معينه، هو بيحول هذا الرصيد، فدي واحده ما بيكون في كنترول عليها من قبل الدوله. لكن في العام 2017 تقريبا البنك المركزي هو البنك المركزي لجا لوسيله ثانيه انه تحديد مبلغ 1,000 جنيه للتحويل الرصيد كحد اقصى لاي شريحه. ال 1,000 جنيه هي بعد ذاك الان لحد الان مستمره شركه زين وشركه سوداني بتحول 1,000 جنيه، وعلى ما اعتقد شركه MTN التحويل مبلغ التحويل عندها مبلغ 500 جنيه، لكن بدا يتحايل لاصحاب الاصحاب 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 تحويل الرصيد. الواحد بقى بدل يكون عنده شريحه بيكون عنده عدد من الشرائح من شركه مثلا MTN او شركه زين او شركه سوداني، ده بيساعد انه هو نفس المبلغ المالي اللي كان بيبيعه زمان بامتلاكه لعدد من الشرائح لمختلف الشركات بتاعت الاتصالات بيتمكن من انه يقدر يبيع المبلغ اللي هو عايز يبيعه. احنا ما دارين نقول انه الناس زي ما نقولوا الدوله تضيق، لانه في الان البنوك ما انفتحت في مناطق كثيره، ما نقول انه تضيق، لكن يصلوا لمعالجات تكون معالجات منطقيه ومقبوله. بعد ذاك برضه الاقتصاد الناس زي ما عارفين في ما نضيق على الناس الفرص بتاعت العمل ومهنه تحويل الرصيد انه ممكن يمارسوا فيها الشغل بتاعهم. وتلغائيا لما نصل لمرحله بتاع التطور تغني في مجال البنوك، احنا اوتوماتيك لهذه المهنه ان شاء الله بتختفي عن الوجود في الاقتصاد السوداني. لكن الان هي وجود، ما تفتكر انه لعدم انفتاح البنوك في بعض المناطق هي مهم، مهمه لبعض الشرائح الفقيره، بعض الناس ما عندهم بنوك في مناطقهم، اذا دار تحول مبالغ لاولادك لاسرتك لطالب دي من ضمن الحاجات الناس اللي بيستغلوها فيها، فلا بد انه تحويل الرصيد افتكر انه مهم جدا، لكن يحددوا له سقوفات معينه 500,000 جنيه، بعد ذاك الناس حسب الوضع الاقتصادي ممكن تغير في المبلغ وممكن
بعد ذلك تزيد في المبلغ حسب الحول. في المعاليات ايضا المهمه جدا ان البنك المركزي لابد انه يقوم بدوره مباشره فيما يتعلق بتحويل الاموال داخل السودان، لان تحويل الاموال لابد ان يتم عبر البنوك المنتشره في السودان وعبر المكاتب التحويل اللي ممكن تسجل في يكون البنك المركزي مشرف عليها. الان بعض البنوك بدات تقدم تطبيقات ممتازه جدا مثل بنك الخرطوم اللي هو عنده تطبيق بنكك، ده بيساعد في كثير. وانا يعني افتكر انه مستقبلا اذا مشى التوسع التقني وزي ما الناس بيتحدثوا عن انه لابد انه يكون في الحكومه الالكترونيه، لا اذا وصلنا لهذه المرحله بعد ذاك المهنه اوتوماتيكلي نلقاها انها بدات يعني زي ما بيقولوا تتلاشى زي ما حصل مهن كثيره سابقا في السودان. وحاجه اخيره برضه مهمه جدا انه لابد انه نشدد الضوابط بتاعه التسجيل بتاعت الشرائح من قبل الهيئه القوميه للاتصالات وشركات الاتصالات، انه كل شركه تكون الشريحه الواحد لما نيجي يشتري الشريحه لابد يكون عليها ضوابط، بتلقى انه الشرائح مفروشه زيها وزي اي سلعه في السوق العربي، وهذه اشكاليه. فنكرر ونقول انه المهنه بتاعت تحويل الرصيد هي لها سلبياتها ولها ايجابياتها، لكن نحن عشان نطلع من هذه بحلول مرضيه لكل الناس والناس كلها تستفيد من الخدمات لابد من دراسه الموضوع دراسه علميه ونوصل فيه لنتائج.